جنى جنى اليوم انا وميدو وجنى قررنا انه نجيب المشروبات السحرية اللي ما حدا بيقدر انه يجيبهم. مشروب جراني اللي بحول الانسان لجراني، ومشروب دورا اللي بيحول الانسان لدورا، وشفيق حبار المرعب. شفيق حبار المرعب يلي بحول الانسان من شفيق، او من قصدي من انسان لشفيق. يعني الوضع كتير كتير خطير. اللي من وين جبناهم؟ من الدارك ويب. يا الله، فكرة كل ازازة حقق $1,000 أمريكي. يا الله، كتير غالي، ما رح تقدروا تشتروه ابدا ابدا، ما رح تقدروا، وما بقدر حدا يشتري غير يعني اللي بفوق عن 18 سنة. صح. اوكي، طبعا احنا اليوم رح نجرب واحدة من بيناتهم، ما هيك؟ لا، بدنا نجربهم كلهم. ايوه، ما رح تفرق معنا نحن خطير. ابطال، حطوا لايكات واشتركوا بالقناه كتير كتير مشان أي. اذا صار معنا شيء انتم تحمونا بدعائكم بالكومنتات. اكتبوا تحت بالتعليقات الله يحميكم يا شباب. المهم رح نمسك هيك المشروبات ورح نشوف هذا الشيء حقيقي او لا. رح نفتحن 1 2 3 ورح نشربن كلنا مع بعض. يلا 1 2 3. جاني اتصال. لحظة، رد علي. سكري رجعي. سكري عطيني سكر لك. سكر ما تنكب. لحظة، خلوني. الو، مرحبا بودي. ايه معلم، خبرني. ميدو جنى شو اخبارهم؟ شو عرفك انه انا مع ميدو جنى؟ انا عرفت عن طريق الدارك ويب. شو؟ الدارك ويب خبرك؟ وخبرني انه اخذتوا المشروبات السحرية. انت عرفت انه اخذنا المشروبات السحرية كمان؟ انا ما اصلحت. بس اسألك انت، ليش صوتك غريب؟ صوته غريب، ما انه خلود هذا. لا بلا، صوته متغير. طيب انه ليش يعني، انه شو بدك يعني هلا؟ بدي حذرك ما تقرب على المشروبات السحرية. عم تحذرنا من المشروبات السحرية؟ ليش؟ شو قصتهم يعني؟ انه شو قصتهم؟ شو في، شو القصة؟ هن كتير خطيرين واكيد رح تتحولوا. هن خطيرين كتير وعن جد بحولوا؟ لا، كذاب كذاب. نروح نجربهم. خلاص احنا رح نجربهم، ما رح تفرق معنا اي حدا وما رح تفرق معنا اي شيء. بس انا عم بحذرك، شو مانك خايف؟ ما بنخاف، مثل ما قالك ميدو ما بنخاف. طيب ما تنسى انه انا حذرتك وانت دايما هيك بتعمل اللي بدك. طيب اياه. طيب مثل ما بدك، خلاص مثل ما بدك. خلاص اسمع، ما 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 ما, ما, ما رح نجربهم. ايه خلاص، ما رح نجربهم. اوكي، ما رح نجربهم. خلاص يلا سلام يا اخوان، ما رح ارد عليه وما رح تفرق معي، ورح نجرب المشروبات كلها مع بعض. عم بيقولوا انه هن خطيرين وما بعرف. لا بس شو رايك انه خلي جنى هي اللي تشرب مشروبات؟ شو مشروبات؟ على فكره هو ليكي هو مش خطير. احمر، هي مش بنت، هي بنت. شو رايك انك تشربي هذا المشروب؟ بلكي صار لي شيء. لا عادي، كلها بتعرف تشرب. شو بدك تخلودي؟ ان شاء الله بتسد. هذا طفل خلودي، ان شاء الله بتسد. انا خايفه. لا ما تخافي، ما تخافي، ان شاء الله بتسد. كل شيء بيقوله خلودي. ليش حدا بيحكي؟ ليش حسيتكم عم تتفقوا علي؟ لا انا بشربه. خلاص اشربه. خلاص ما بيأثر. طب هاتي هذا المشروب تاع دورا وهات انت مشروب تاع شفيق. طب خلوني اشرب دورا. رح نفتحهم بعدين هدول المشروبات. اوكي، رح نشوف قصة كيف بدك تشرب. اسا مشروب شو اسمه؟ شوي انكب. أوكي. انكب. طبعا اسا بدي امسك الكاميرا واشوف كيف بدك تشربه، رح احطها عليها بايدي. اوكي يلا تعالوا. يلا جنى، شو رايك انك انت تجربي هلا؟ ميدو انت جاهز؟ جاهز. يلا. انا خايفه كثير. لا خاف، ما تخاف، هذا الشخص الغريب معنا. جاهز انت؟ هذا حركاته كتير غريبة، انا ما بطمن له الصراحة. المهم يلا جنى، يلا. قبل ما اجرب بدي اياكم تدعولي بالكومنت، تمام، وتكتبوا الله يحميك يا جنى، انا رح اجرب. تمام يلا جربي. شوي انكب، انتبه انكب. دقيقة، 1. المتابعين معك ما تخافي. 1 2 3. يا الله، شربته. يا الله، شو عم بيصير معه؟ فينا تكبيه. شو عم بيصير معه؟ يا الله يا اخوان، شو عم بيصير معه؟ يا الله شو هذا؟ جنى شبك جنى اسحب. يا الله الله اكبر عليك. شو هذا؟ الله اكبر عليك. عم تأشر علي؟ شو قصده؟ ميدو شو قصده؟ خلينا نهرب. نهرب. ميدو هرب. يلا ميدو، هرب. سامحوني ميدو. شو عمل؟ بعد عنه شادي.
مكسيك حاولوا تساعدوا. يا الله صوت صوت تعال 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 ميدو 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 تخبى ورا هون تخبى 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 هون ميدو ميدو يا الله يا اخوان ميدو ميدو الوضع كثير بخوف يا الله ميدو هون يا الله شايفة يي ميدو ميدو شو لازم نعمل يا الله يا الله حاجة شريرة وطي صوتك وطي صوتك خربتك مشنا وطي صوتك يا الله عم تخرب البيت كله صور شو شو عم تعمل شو عم تعمل يا اخوان يا الله خربت البيت شافت شافت نزل خربت البيت ولا كلمة ولا كلمة سمع صوتها شريرة شريرة جدا الاصوات اللي عم تطلعها كتير شريرة يا الله يا الله وانت صادق بسم الله الرحمن الرحيم شكلها رح تكمشنا هيك بسم الله رح تكمش ولا كلمة صورة يا مصورة مصورة اجاني اتصال اجاني اتصال مين ابصر مين عم بتصل عليك هي خلودي خلودي افتح الخط الو ايه خلودي شو هذا اللي عملتوه يا بودي؟ ايه نحن علقانين نحن علقانين شو عرفك؟ فرشي يا الله شايفة شو عم تعمل؟ اه ايه نحن علقانين من جيراني نحن احكيك انقصنا نحن ما سمعنا كلامك يا خلوده نحن ما سمعنا كلامك خلانا شربناها المشروب السحري وتحولت لجيراني شوف يا الله ساعدني يا الله خليك ساعدنا ما بعرف شو لازم اسمع خليني احكي ميدو خليني احكي معه شو لازم نعمل شو لازم ما راح اساعدكم ما راح تساعدنا طب ليه ساعدنا يلا كيف بدنا نوصل وطي الكاميرا يا موطي الكاميرا طب ساعدنا شو لازم نعمل طيب راح ساعدك بس بشرط واحد راح تساعدنا بشرط واحد شو الشرط يا الله يا اخوان خبر المتابعين انه يحطوا لايكات واشتراكات يا بوس بتكسر الدنيا يا الله لو موافقين على شرطه لا الله معقول تشوفنا اسمع لو موافقين على الشرط شو كان شرطه ما سمعته شو كان شرطه انه يحطوا له المتابعين لايكات واشتراكات للقناه كثير والله العظيم وما تعيدوها وما رح نعيدها اوكي يلا قلنا شو اسف رح يحطوا على هذا الفيديو لايكات ما تخاف حطوا على هذا الفيديو لايكات كثير اوكي عشان يسامحنا شو نعمل يا الله انا خفت كثير خلص مع انه انا ما بخاف بس هاي مرعب كثير خليني اسكر الخط يلا لا 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 شو لازم نعمل اعطيني حل جربها من المشروب لازم ترجع تشرب المشروب الثاني مره ثانيه طيب ماشي يعني رح ترجع بترجع طيب اوكي طيب رح ارجع اعملها مين يا الله يا اخوان سكرت الخط انا شايفين ميدو لازم خايف أنا خايف. لازم نروح نشرب المشروب الثاني اوكي لازم نروح نشرب المشروب الثاني بتخبط المشروب مره ثانيه طبعا مش المشروب الثاني يلا قوم لا لحظه لنشوفها يا الله مرعبه جدا يا الله راحت قوم راحت يلا راحت راح نجهز المشروب ونشربها اياه مره ثانيه يلا تعال نرجع محل ما اجينا نشوف شو القصه وين كنت انت وين كنت انتبه تجيب فكرة هذا وضعه كتير بخوف هذا شو بدك فيه جيب المشروب اسمع جاهز كان المشروب الأحمر صح دهكي صح هذا هو مشروب جراني يا أخوان هدول إسا شايفينن هاي 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 مشروب شفيق وهذا مشروب وينه هذا دورة أرجينا يا هذا مشروب دورة شايفين نحن إسا مسكنا مشروب جراني لحتى إسا نرجع لحياتها الطبيعية صح مين جاهزين نحن نرجع لحياتها الطبيعية أنت جاهز هذا وضعه كتير بخوف اسمع انا عندي فكره كتير حلوه احنا كيف نشرب الجراني انا صراحه انا بكمشه وانه بنشربه لا لكن هذا خطير يمكن تاذيك طيب يمكن يصير معك شيء احنا شو لازم نعمل انا بدي اثبت الكاميرا هون ابو شريك وراح احط المشروب هون ايه وهي بتيجي لحالها بتشربه يلا. اوكي يلا انا راح اثبت الكاميرا هون ايه وانت روح يلا ايوه حطها عندك ثبتها اوكي يا انا راح اثبتها اوكي راح اثبتها يا انا ثبتها هيك اوكي يمكن اجت وينها؟ A few moments later اخوان صار ساعة نطلينه هون نحن بعد ما اجتش سامع الاصوات؟ خرب ميدو سامع الاصوات؟ الله اكبر عليك اجت سامع الاصوات ميدو؟ اجت شيء غريب غريب جدا غريب قربت حسيت الكاميرا هون انا يا الله ما طلع صوتها؟ ما
بطلع صوت بطلع صوت. يا اخواني عن جد كثير شريره هي. قربت على المشروب. معقوله تشربه؟ معقوله تشربه؟ معقوله لك عن جد؟ يا الله تشرب لك ليك ليك شربته شربته ميدو شربته لسه ما شربته لسه ميدو شربته شربته تشرب يا الله. هي كشفت عن وشها لاول مره كشفت عن وشها يا معلم. يا الله يا معلم كشفت عن وشها. بدها تشرب المشروب هلا؟ والله يمكن يصير لها شيء. انا متاكد احس بشيء. شوف الشخص الغريب اللي جنبك هذا عن جد وضعه كثير صعب. هذا رح تشرب المشروب هلا رح تشرب المشروب. يا الله بسم الله ان شاء الله ترجع طبيعيه يلا اشرب يلا شربت شربت يا ميدو. والله خايف والله شربت. معقوله ترجع مثل ما قلنا خلوده؟ معقوله ترجع لك لا 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 جنى؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله رجعت جنى. رجعت لنا يا اخوان. شو صار معك ميدو؟ جنى رجعت بسم الله. رجعت جنى. شو صار؟ هذا لازم نتخلص منه. انا لازم اتخلص منه عيف عليه. انا بدي اتخلص منه. لازم تتخلص منه. انا بدي اتخلص منه. يا الله الحمد لله رجعت جنى. انا ماني متذكر شيء. الحمد لله رجعت جنى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخوان يا اخوان بتعرفي شو عملتي؟ يا اخوان كثير خطير. يا اخوان الحمد لله رجعت جنى. اكتب الله بتاكد بالتعليقات الله يحميك يا جنى ويا ميدو ويا هذا الشخص. كثير شخص غريب يا اخي. بعد عني بعد يا بودي. بتقول شي يا اخوان اعملوا اشتراك وفعلوا جرس التنبيه عشان كل فيديو بينزل تفوت تحضروا انتوا اول عالم. بتقول شي يا اخوان يلا سلام قولوا باي باي.